بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 173. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. انتهى المؤلف رحمه الله فيما مضى معنا في الحلقة السالفة إلى إبطال دعاء غير الله وزيارة المقابر، الزيارة البدعية والشركية، وبدأ هنا قال: فدعاء الله وحده لا شريك له دل الوحي المنزل والعقول الصحيحة على فائدته ومنفعته، ثم التجارب التي لا يحصي عددها إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى أمرنا بدعائه وحده لا شريك له، فقال سبحانه: ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في الحديث الصحيح، حديث النزول الإلهي، إن الله سبحانه وتعالى يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. وكما أمر بدعائه نهى عن دعاء غيره، لأنه شرك أكبر. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والله سبحانه وتعالى تحدى المشركين في أنهم إذا دعوا آلهتهم وأصنامهم لن تستجيب لهم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. قال سبحانه: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فدعاء غير الله شرك أكبر، خريج من الملة، لأنه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى فيما هو أخص أنواع العبادة وهو الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ومع هذا، مع كونه شركا ومع كونه لا فائدة فيه، فإن كثيرا من المفتونين من الأولين والآخرين مصممون على دعاء غير الله، مع أن الرسل أمرتهم بدعاء الله وحده ونهتهم عن دعاء غيره، ومع هذا فهم مصممون، مع أنهم لا يستجيبون لهم ولا ينفعونهم ولا يضرونهم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى.
وتقديره. وأما دعاء الله جل وعلا فإنه مفيد ونافع ومجرب، تشهد له العقول السليمة والفطر المستقيمة. حتى إن المشركين في حالة ضرائهم وكربهم لا يدعون إلا الله وينسون ما يشركون، لعلمهم أنه لا يستجيب الدعاء وينقذ من الشدائد والكروبات إلا الله، وأن آلهتهم التي يدعونها من دون الله لا تستطيع أن تنقذهم. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بهم أنه أمرهم بدعائه ليستجيب لهم، ونهاهم عن عبادة غيره لأنها تضرهم ولا تنفعهم، ومع هذا ما زالوا مصرين قديما وحديثا، لأن الشيطان يغريهم بذلك ويزين لهم، كما سبق أن الشيطان يتراءى لهم في صورة من دعوهم فيحضر لهم بعض ما يريدون ويتصور في صور معبوداتهم ويحضر لهم مطالبهم التي يقدر عليها وهم لا يقدرون عليها، فيظنون أن أصنامهم وأن معبوداتهم هي التي استجابت لهم، في حين أن الشيطان هو الذي سول لهم وأملى لهم يريد أن يهلكهم. وكيف يعرض العبد عن ربه سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي يجيب المضطر ويجيب الداعي وهو على كل شيء قدير، كيف يعرض عنه إلى غيره لولا أن الفطر إذا فسدت فلا حيلة فيها؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فنجد أكثر المؤمنين، لما قال ثم التجارب التي لا يحصى عددها إلا الله دلت على نفع دعاء الله، قال: فتجد أكثر المؤمنين قد دعوا الله وسألوه أشياء أسبابها منتفية في حقهم، فأحدث الله لهم تلك المطالب على الوجه الذي طلبوه، على وجه يوجب العلم تارة والظن الغالب أخرى أن الدعاء كان هو السبب في هذا. لا شك أن التجارب الكثيرة والمضطردة في كل وقت أن الله جل وعلا يستجيب لمن دعاه، وأما لو تأخرت الإجابة قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما في ذلك من الحكمة، أن الله إما أن يدفع عنه من المكروه مثلها أو يعطيه خيرا منها مستقبلا، أو أن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يلحوا في الدعاء فيؤخر الإجابة من أجل أن يلحوا في الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده الذي يلح في الدعاء، لأن هذا يدل على اليقين وأن هذا لا ييأس، أن هذا لم ييأس فيلح على ربه بالدعاء، فيظهر بذلك إخلاصه وثقته بالله سبحانه وتعالى. وقد يكون مانع الإجابة من قبل العبد بأن يفعل شيئا أو يأتي بشيء يتنافى مع إجابة الدعاء، مثل الأكل الحرام، مثل الدعاء وهو غافل لا يوقن بالإجابة وإنما يدعو بلسانه فقط، إلى غير ذلك من موانع الإجابة. نعم. قال: وتجد هذا ثابتا عند ذوي العقول والبصائر الذين يعرفون جنس الأدلة وشروطها واضطرادها. نعم، بلا شك أن أهل العقول والفطر السليمة استقر عندهم أن من أنفع أنواع العبادة الدعاء، وأنه سلاح المؤمن،
وأنه لا ينفع عند الشدائد إلا دعاء الله سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وأن هناك أشياء كثيرة لا يقدر على تحقيقها أحد غير الله سبحانه وتعالى، لأنه يقول للشيء كن فيكون. ومن العجيب أن الشيطان لا يتصور في هذه الحالة، إذا دعا العبد ربه فإن الشيطان يبتعد ويفر ولا يتصور عند الداعي، لأنه يعلم أنه يدعو ربه القادر على كل شيء الذي يسمعه ويراه، فلا يحضر الشيطان، بينما يحضر عند دعاء الأصنام ودعاء القبور ويتلاعب بعقول الناس. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأما اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة فعامته إنما نجد اعتقاده عند أهل الجهل الذين لا يميزون بين الدليل وغيره ولا يفهمون ما يشترط للدليل من الاضطراد، وإنما يتفق في أهل الظلمات. هذا سبق بيانه، وأن الداعي لغير الله إذا حصل له شيء من مقصوده لم يدل هذا على جواز دعاء غير الله جل وعلا، ولا يدل على أن معبوده ومدعوه هو الذي حقق له هذا، بل إن الله هو الذي حقق له هذا إما نظرا لحاله المضطرة رحمة من الله به، وإما لأن الله يريد أن يستدرجه، وإما أن الشيطان تصور له في صورة المدعو فأحضر له ما يقدر على إحضاره مما لا يقدر الآدمي عليه، فيظن أن هذا من آثار دعاء غير الله. نعم، وإنما يتفق في أهل الظلمات من الكفار والمنافقين أو ذوي الكبائر الذين أظلمت قلوبهم بالمعاصي حتى لا يميزون بين الحق والباطل. إنما يعتقد أن دعاء غير الله لا يفيد، وأن دعاء غيره هو المفيد، الذين أظلمت قلوبهم بالكفر والشك والريب والنفاق، فالله جل وعلا يستدرجهم من حيث لا يعلمون لأجل أن يزيدوا في ضلالهم وغيهم وينفتنوا بما هم عليه. نعم، وبالجملة فالعلم بأن هذا كان هو السبب أو بعض السبب أو شرط السبب في هذا الأمر الحادث قد يعلم كثيرا وقد يظن كثيرا وقد يتوهم كثيرا وهما ليس له مستند صحيح إلا ضعف العقل. هذا كما سبق أنه إذا تحقق مراد الداعي لغير الله أو بعض مراده فليس هذا دليلا على صحة توجهه، صحة ما هو عليه، وأيضا هو لا يعلم أن هذا من عند الله، لأن الأمور بيد الله، فقد يعطيه الله ما أراد استدراجا له، أو كما سبق أنه في حال ضرورة فالله جل وعلا ينقذه رحمة به. فهم لا يجزمون، عباد القبور وعباد الأصنام لا يجزمون أن هذه الأشياء من جهة أصنامهم ومن جهة معبوداتهم، وهم يعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر، وإنما يقولون هي توسطت لنا عند الله حصول هذا الشيء بواسطة، لأنه بواسطتها لنا عند الله عز وجل. هكذا يفسرون ما يحصل لهم، ولا يقولون هذا من عند الله والله هو الذي أعطانا هذا، فيتوبون إلى الله عز وجل ويتركون دعاء غيره، مع أنهم يعلمون أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ويميت ولا يدبر الأمور إلا الله، لكن يقولون هذا بواسطة آلهتنا وشفاعتها لنا، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم،
أحسن الله إليك. قال ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب لحصول المطالب مما حرمته الشريعة من دعاء أو غيره لا بد فيه من أحد أمرين: إما أن لا يكون سببا صحيحا كدعاء من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه. نعم، لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون ليس سببا قطعا لأنه دعاء لجماد لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن داعيه شيئا، فهذا مقطوع بأنه ليس سببا لحصول المقصود. كيف يحصل المقصود من جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا عن داعيه؟ وقد يكون سببه الانحراف والضلال من أجل ما سبق بيانه أن يستدرج وأن يفتن بهذا الشيء، وقد يكون كما سبق أيضا أن الشيطان تصور للداعي لغير الله وأحضر له بعض مطالبه لأجل أن يزيده ضلالا وبعدا عن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال فأما ما كان سببا صحيحا منفعته أكثر من مضرته فلا ينهى عنه الشرع بحال. الشرع إنما جاء بتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فالله لا ينهى عن شيء إلا وضرره أكثر من نفعه، ولا يأمر بشيء إلا هو نفع محض أو أن نفعه أرجح من مفسدته. ودعاء غير الله هذا إما أنه ضرر محض كالذي يدعو الجماد والخشب والأشجار والأحجار، وإما أن ضرره أكثر من نفعه. نعم. وكل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتضي لفعله من غير مانع فإنه من باب المنهي عنه كما تقدم. كل ما لم يشرع من العبادات فإن ضرره أكثر من نفعه، إن حصل فيه نفع فهو مأمور بالضرر. نعم. والإنسان لا يدفع درهمين ليخسر درهمين، الضرر في هذا واضح. نعم. العاقل لا يقدم على هذا، فلا يقدم على دعاء غير الله فيخسر دينه رجاء أن يحصل على شيء أو أقل من شيء من مطلوبه مع هلاك دينه وضياع دينه. الذين يذهبون إلى 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 السحرة وإلى الكهان من أجل العلاج بزعمهم قد يحصل لهم شيء من الشفاء، لكن حصوله لهم هذا من باب الضرر، أو أنهم صادفوا وقت قدر وقضاء أن الله قدر لهم هذا الشيء فجاء في حينه لا من أجل هذه الأسباب التي بذلوها، وهذا سبق بيانه. نعم. وأما ما ذكر في المناسك أنه بعد تحية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والصلاة والسلام يدعو، فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره، وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام ثم يدعو لنفسه. نعم. ما ذكره بعض أصحاب المناسك المؤلفة في أفعال الحج هو العمرة والزيارة لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنه يدعو. مراد أصحاب المناسك ليس أنه يدعو مستقبلا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام فقط، فإذا أراد أن يدعو فإنه يتنحى ويجعل الحجرة عن يساره ويتوجه إلى القبلة، قبلة المدينة، فيدعو الله عز وجل بما أراد، لأن المكان مكان مبارك، المسجد النبوي، والدعاء فيه أفضل من الدعاء في غيره ما عدا المسجد الحرام.
ويكون عن يسار الحجرة لئلا يستدبر النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا معه صلى الله عليه وسلم. هذا الذي بينه الإمام أحمد، فليس كلام أصحاب المناسك على إطلاقه أنه يدعو ما بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا للنبي، بل فسره بأنه إذا أراد أن يدعو كما فسره غيره مالك وغيره أنه يجعل الحجرة عن يساره ويتوجه إلى القبلة ويدعو الله بما شاء في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا عند القبر. نعم. وذكر أنه إذا حياه وصلى عليه يستقبل وجهه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كحالة المسلم على الحي، فإذا سلمت على الميت تكون مثل سلامك على الحي، تستقبله بوجهك وتسلم عليه يا فلان السلام عليك ورحمة الله وبركاته. نعم. وفإذا أراد الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا. نعم، يعني من الجهة الغربية، وهذا مراعاة منهم لذلك، فإن الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا بل يؤمر به كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنا وتبعا، وإنما مكروها يتحرى المجيء إلى القبر للدعاء عنده. الدعاء عند القبر بالسلام على الميت والدعاء له، الدعاء للميت، أما إذا أراد الزائر أن يدعو لنفسه فإنه لا يدعو عند القبر، وإنما ينصرف ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو الله سبحانه وتعالى كما سبق. نعم. إذن قوله هنا الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا، أي الدعاء للميت. نعم. وكذلك ذكر أصحاب مالك قالوا يدنو من القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة يوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، وإنما اختلفوا لما فيه من استدباره. نعم، أصحاب مالك وافقوا الجمهور في أنه يدعو مستقبلا القبلة، لكن الجمهور يقولون يجعل الحجرة عن يساره، يأتي من الغرب، من غرب الحجرة، وأصحاب مالك يقولون يستدبر القبر ويستقبل القبلة. نعم، فعند الجميع أنه لا يستقبل القبر في الدعاء وإنما يستقبل القبلة. إنما اختلفوا في المكان فقط. نعم. قالوا فأما إذا جعل الحجرة عن يساره فقد زال المحذور بلا خلاف وصار في الروضة أو أمامها. بلا شك أنه إذا جاء عن غربي القبلة، عن غربي الحجرة، جعلها عن يساره فهذا يكون أنفع وأفضل من ناحيتين. ناحية الأولى أنه دعاء في المسجد وليس عند القبر، والناحية الثانية أنه في الروضة الشريفة التي هي روضة من رياض الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم. ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر، فإن ذلك قد ثبت النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم أنه لا يصلي عند القبر سواء كان مستقبلا له أو قريبا منه، إذا كان قصده الارتباط بالقبر. أما إذا تنحى عن القبر بعيدا وصلى وهو في غير مقبرة صار بينه وبين القبر مسافة، فهذا يزول المحذور. إنما إذا صار بحضرة القبر وإذا كان مستقبلا له فالأمر أشد. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، يعني مستقبليها. نعم. فلما نهى أن يتخذ القبر مسجدا أو قبلة أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه كما لا يصلى إليه. نعم. وقال مالك في المبسوط لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، لكن يسلم ويمضي. نعم، هكذا قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله، لا يقف عند القبر وإنما يسلم ويمضي، إما أن يخرج، وإذا أراد الدعاء فإنه يذهب إلى ناحية من المسجد النبوي ويدعو الله عز وجل بما أراد. نعم. ولهذا والله أعلم حرفت الحجرة وثلثت لما بنيت، فلم يجعل حائطها الشمالي على سمت القبلة ولا جعل مسطحا. نعم، كانت القبلة قبل أن تدخل في المسجد مربعة الحجرة. كانت الحجرة النبوية قبل أن تدخل في المسجد مربعة، فلما أدخلت في المسجد وأعيد البناء جعلوها مثلثة من جهة الشمال،
من جهة الشمال 3 جدران وجعلوها من جهة الشمال على شكل زاوية على شكل زاوية، وصارت الحجرة على شكل مثلث كما عند المهندسين، على شكل مثلث لئلا يستقبل المصلي إذا كان شمال الحجرة لا يستقبل شيئا منها، لا يكون أمامه إلا القبلة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، ثلاثة الجدران التي هي على شكل مثلث زاويته من جهة الشمال لئلا يكون أمام المصلي شيء من جدار الحجرة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي عثمان بن عبد الكريم الجويبر. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.